أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا اللهم على من عادانا. اللهم ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا رب العالمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وأصلي وأسلم على مبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وعنا معهم إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، سلام عليكم ورحمة من الله وبركاته. أسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل صيامنا جميعا، وصيامكم وقيامكم ودعاءكم وركوعكم وسجودكم، وجعلنا جميعا ممن كتبوا عند الله بإذن الله من أهل القيام ومن أهل الصيام ومن أهل تقبل الدعوات ومن أهل الجنة. اللهم آمين. ومن نحبه ومن يعز علينا فراقهم من أموات المؤمنين أجمعين. اللهم آمين. عنوان خطبة اليوم يا أحبة هو رسائل من القلب في ظلال شهر الصيام. الموضوع بسيط جدا، ويقع تحت ظلال التذكرة، تحت عنوان قول الله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. هي ذكرى وتنبيه لسلاح رائع، لأداة رائعة أعطانا الله إياها
لكن كثرة المشاغل والضغوط وبعض الأحيان عدم العلم أو الجهل ببعض التفاصيل ينسينا فنفقد هذا السلاح الرائع الذي نحمي به أنفسنا. بداية كلنا نعلم أن الهدف الأسمى والأعظم والأعلى والأروع والأفضل والأقوى للصيام هو لعلكم تتقون، هذه لا نقاش فيها، لأن الله قد قررها بوضوح بالمعنى الحرفي: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وليس شرطا لكل صائم أن يتقي، قال لعلكم، الأصل هو مصمم أن يعينني على التقوى. ما من وصل لمرحلة التقوى نجا، هذا الهدف الأسمى. والتقوى كما ذكر الشيخ أبو عمار أكثر من مرة هنا في التراويح، أن تجعل حاجزا بينك وبين محارب الله، أن تتقي، أن تتقي غضب الله، أن تتقي ما يبغضه الله، أن تتقي ما لا يريده الله، هذا الهدف الأسمى، وهذا متفق عليه ولا نقاش فيه. لكن مما قد يغيب عنا بعض النقاط التفصيلية تحت الهدف الأسمى. عندنا في شيء بعالم البزنس على سبيل المثال، الإخوة الذين يعملون في البزنس وفي الشركات الكبرى، بقول لك في عندك هدف كبير جدا، عندك الفيجن الكبيرة الأوبجيك، بس تحتيه في أهداف صغيرة لابد من تحقيقها، وهذه تستنتج بالبداهة والعقل والواقع، لا تحتاج لكثير فكر، لكن تحتاج انتباها وتحتاج تصميما وتحتاج أخذ قرار وبدء تنفيذ حتى تصبح عادة، هذا الذي تحتاجه. الآن من أروع وأفضل وأجمل وأقوى نتائج رمضان بعد مفهوم التقوى هو بين قوسين كسر المألوف وكسر العادات، هذه تساوي الملايين، يدفع عليها الملايين في التدريب. عمليا يا إخوة يا أحبة، نحن ما الذي يجعل مجموعة من الناس على هيئة شركة أو قطاع خاص أو قطاع حكومي أو دولة بأي تجمع، ما الذي يجعل مجموعة من دولة فنازلا تنجح مقابل الأخرى؟ النظام، والنظام هو مجموعة من العادات تكرر بسيستم. وانظر إلى أي شركة يوجد عندها نسميه سيستم، ما هو السيستم؟ نظام يقام بترتيب معين، الموظفون يقومون بأدوار معينة، الأدوار موزعة مكررة معروفة مضبوطة تعاد وتؤدى في الوقت وتبقى الأخي تأخذ النتائج في أي أمر تريد فيه إنتاجا، ولله المثل الأعلى. نأتي هنا، هذا الذي أسميه الآن عادات في ديننا نسميه سنن. سنن هي أصلها كلها سنن، لكن كلمة سنن ترجمت في أذهان الكثير على أنها شيء مش ضروري. يا أخي ما هي سنة، فبالتالي لا تترجم في اللاشعور إلى منظومة ينبغي أن تصبح عادة. فأنا الآن اليوم لن أركز على كلمة سنة، سأركز على كلمة عادة. يعني بمعنى الآن أنا أقول، أنا أزعم، أعتقد شخصيا وبالنسبة لكم أزعم، من أعظم بركات رمضان علينا بعد القرب من الله والتقوى والاستعداد ليوم الرحيل أن رمضان يكسر عاداتك بنسبة 90%. ممتاز لحد الآن نفرح، لكن من لا يخطط بلغة البزنس يرجع بعد رمضان من أول يوم لكل عاداته. يعني من يعشق شرب القهوة على سبيل المثال صباحا، فلنفرض قيل له أن القهوة تضرك جدا 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 لكنه مدمن على القهوة فرضا، لن أقول الدخان، نقول على شيء مباح حلال، الكافيين في القهوة يضر الكثيرين لأسباب صحية ولا يستطيع تركها، برمضان هو يحلم بصباح العيد حتى يرجع إلى عادته في شرب القهوة الصباحية مثلا على سبيل المثال، مثال بسيط جدا، فهي عادة وصلت لمرحلة الإدمان، لن أناقش حلال وحرام فيها، أناقشها كعادة فقط، أحب القهوة، أعشق القهوة، مدمن على القهوة، لا بد من أشرب القهوة، وإذا لم أشربها صباحا يصابني صداع شديد جدا، وبين قوسين عملي كله يتحول إلى نكد. كم منا من هذا النوع يعاني من مشاكل من هذا النوع؟ أعشق النوم صباحا لذلك لا أصلي الفجر، أعشق السهر عادة، هذه عادات كلها، النوم بعد الفجر عادة، السهر عادة، الجلوس على الواتساب عادة، متابعة مسلسل معين هي كلها عادات. يأتي رمضان بسبب قوة الفرض اللي فيه تنكسر،
نبقى على أمل نرجع بعد رمضان. هنا الذكي. الذكي مجرد ما أن فطمت وفطمت فطمت عن عاداتك كلها 30 يوم، فالآن انكسرت، خذ قرارك الذكي الآن، اصنع عادات جديدة من رمضان وأتممها بعد رمضان بقرار قبل رمضان. إن لم تقرر قبل رمضان وتهيئ نفسك قبل رمضان لن تفعل شيئا بعد رمضان. هو قرار، والنفس خلقت بطريقة عجيبة، ما لم تأخذ قرارا النفس لا تتهيأ، والعقل الباطن لا يرسل الرسائل القبول والإيجابية لأنك لم تأخذ قرارا. موضوع بسيط جدا، رمضان يكسر عادات ويصنع عادات جديدة، هي سنن، لكن نريد بعدها أن تصبح هذه السنن عادات من حياتنا حتى نكون أقرب للتقوى. أنا أعطيكم مثال، لن آتي بشيء جديد، أنا فقط ألملم الأفكار وأذكركم بها وأنصح نفسي وإخواني وأخواتي، لا أفعل شيئا أكثر من ذلك. لكن يا إخوة، أقسم بالذي رفع السماوات بغير عمد، إذا ما التزمتم بإذن الله بما سأقول، أقسم بالله أن حياتكم قد هي يقينا بإذن الله ستنقلب 180 درجة نحو الأفضل. مثال بسيط جدا، عادة قيام الليل ولو بركعتين بعد العشاء، لأن كلنا كل يوم على الأقل مصلي 11 ركعة، عادة أصبحت 30 يوم. جماعة الـ NLP والجماعة البرمجة اللغوية العصبية والتدريب الإيجابي وتغيير، بقول لك 21 يوم هكذا يقولون. طب إحنا 30 يوم ركعتين، وبالمناسبة أي ركعتين بعد العشاء تصنف بالشرع قيام ليل شاملا السنة والوتر، عادة لك، اجعلها هذه خبيئة بينك وبين الله، لا تنم دون الركعتين، عادة. لكن تصبح عندك، أنت قد تظنها شيئا بسيطا، لكن أنت حينما تصبح عادة عندك أن تصلي ركعتين سواء بعد العشاء أو قبل النوم مثلا على سبيل المثال، كما يفعل الكثير منكم الآن والله يتقبل منكم، هذه العادة في أي لحظة يأتي لحظة تقصير أو محاولة الدخول على عالم من التقصير في حق الله، كان أشاهد فيلما ليس فيه خير مثلا على سبيل المثال، وعندي عادة حافظت عليها الركعتين، مجرد ما يحضر وقت الركعتين مع الفيلم يأتي الشعور الإيماني القوي الذي يعينني، لأنني اعتدت على الركعتين وليست جزءا من شيء يأتي مرة في السنة. مثال بسيط جدا. مثال آخر، عادة الجلوس بعد الصلاة لإتمام الذكر، التسبيح كلها سنن مذكور فيها أحاديث كثيرة جدا، كم منا قبل رمضان لا يقوى بسبب ظروفه وانشغاله وسرعته، لا يجلس فلا يذكر سبحان الله 33 والحمد لله 33، الله أكبر 3 ويتمها، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وفي أحاديث عجيبة جدا، التصبير، تصبير النفس للذكر. انظر بس، أنا أعطيك حديثين سريعين كلنا يعرفه، لكن كم نحافظ عليه حتى أصبح عادة لا تترك. يا أخوة، العادة حتى لو كانت سيئة إذا اعتدت عليها تتضايق إذا تركتها، هكذا خلقنا الله، لأنه لا تستطيع كل شيء أن تنشئه من الصفر، تحتاج أن تعتاد فتركن النفس، واللي بسموه باللغة الإنجليزية السيكوريتي زون تبعتك، بتصير ترتاح لها، هذه عاداتك، نسميها الطقوس الخاصة. لما إذا اعتدت بعد أن ألزمت نفسك الآن تفعلها لأنك تريد الأجر بعد رمضان، نرجع إلى الانشغال، لا، خذ قرارا من الآن، ما في صلاة بصليها إلا وأجلس. انظر حبيبك المصطفى، فقط أذكرك بما قاله ونسمعه عشرات المرات، أشهر حديث، الحديث الصحيح، من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. تعرف ما معناه؟ يعني إذا حافظت، شوف، من قرأ دبر كل صلاة، يعني إيش؟ عادتك دائم. طب لماذا تفعل هذا؟ لأنك تعتقد بالصدق ما قاله النبي، وتؤمن بالآخر، وتؤمن أنك إذا فعلت ستنال، يعني أنت تحتسب الآن، تحتسب الأجر عند الله. هنا النقطة، النقطة ليست التكرار، والنقطة ليست الظاهرة الصوتية، والنقطة ليست لا 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 لا، هي النقطة إيمانك بما أخبرت عن الله عبر نبيه، ما إيمانك هو الذي ستكافأ عليه. حفاظك على قراءة آية الكرسي بعد الصلاة دليل تصديقك وإيمانك، فبالتالي أنت لن تفعلها، تكون تعبان، جوعان، ريحة الطبيخ طالعة، مرتك بتناديك، الشباب في المطعم، الأكل الزاكي بيستنى، كله مشغلات كثيرة جدا، القطار بده يروح، التذكرة بدها تكون، مليون سبب يشغلني، وخمس مرات في اليوم دائما 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 تحتاج قرارا، أولوية، ما بقوم قبل ما أقرأ آية الكرسي، قرار،
حتى تصبح عادة، بعدها لن تستطيع تركها، ستتضايق إن لم تقرأ، بتحس كأنه جلدك بحكك في شيء ناقص لأنها أصبحت عادة. فإن فعلتها بقصد التقرب من الله هي عادة دينية وأصلها سنة نبوية تؤجر عليها ودليل شهادة لك أنك بإذن الله إن خرجت روحك فأنت من أهل الجنة. مش كلامي، النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ دبر كل صلاة آية الكرسي لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت ضمان. مثال حديث الآخر أيضا الصحيح قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من سبح الله دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر 33 قال فتلك 99 وقال تمام المئة لا وقال تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وهو وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. هي قد تأخذ متوسط 3 دقائق، قد نظنها سهلة، أقسم بالله أنها ليست سهلة أن تحافظ عليها. كلنا مشغولون وكلنا عندنا، من منا ما ليس أول ما يفعله عند السلام يفتح الموبايل، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله مباشرة، لأنك وأنت تصلي إلى التنبيهات notifications فأنت تشعر كأن الدنيا كلها قد قامت، خلص مليون رسالة من الزوج والأهل والعم والخال والكذا والبزنس وكذا إلى آخر، الجلد بحك ما شاء يفتح الموبايل. تصبر نفسك بعد كل صلاة ما تلمس الموبايل إلا تسبح 33 غفرت لك ذنوبك. رمضان يكسر عندك هذا الأمر ويدربك عليه. أنا أتحدث عن بعد رمضان الآن، ولا أتحدث عن، لأن رمضان كفيل بأن يجعلنا جميعا ضد كل عاداتنا، لكن لأننا نعلم أنه قصير ومحصور نلتزم. طيب مثال آخر، عادة صلاة ركعتين من الضحى، طبعا فيها حديث كثيرة جدا من صلى ركعتين له أجر كأنه قدم كذا، من صلى 4 انسى 4 وانسى 12 وانسى 8 وانسى 10، فقط ركعتين 3 دقائق، وضوء 3 دقائق، صلاة 3 دقائق، واجعلها عادة، فلا تعرف حجم البركة التي تأخذها. عادة، ولاحظوا أنا أسمي سنة بقول عادة لأن نعرف أنها سنة، لكن هل جعلناها عادة؟ هنا التحدي. أنا أطمح أنه جميعا إن شاء الله نخرج من هنا نأخذ قرارنا بأن كل سنة مما نذكر تصبح عادة بإذن الله. عاد في رمضان الآن كثير منا يصلي الفجر جماعة مع أولاده وبناته بسبب بركة السحور، لأن اضطررنا للقيام للسحور، صحيح؟ طيب كم منا يحرص على صلاة الفجر جماعة مع أهله ويصبر على إيقاظهم لمتوسط نصف ساعة كما يصبر على إيقاظهم لأجل السحور؟ كلكم يعلم خاصة الآباء والأمهات كم نعاني في إيقاظ أولادنا وبناتنا، متوسط نصف ساعة بس صياح وتصحاية فقط، الحق السحور، الفجر ضايل له 25 دقيقة، الحق ضايل ربع، الحق ضايل 12 دقيقة، الحق ضايل 10 دقائق، الحق ما أكلته. كم من منا لا يفعلها؟ من لا يفعلها؟ كلنا نفعل هذا. هذه العادة انقلها للإيقاظ لصلاة الفجر في البيت إن كنت ممن لا يستطيع حضور المسجد. بركة الفجر جماعة في البيت، أنت وزوجتك، أنت وأنا، واحدة. عادة كثير منا لسبب ما إن لم يتمكن من حضور المسجد في التراويح أو في الفجر بعد السحور لبعد بيته لعدم وجود السيارة، نجعل أولادنا يؤمون بنا، من المميزين العاقلين. بعد رمضان تختفي هذه العادة، اسحبها بعد رمضان، خذ قرارا صلاة العشاء مثلا يوميا واحد من الأولاد هو الإمام، مع المدح والتشجيع والشعور بالافتخار حتى تصبح عادة في البيت أن يقام الأذان وتصلى الجماعة بوجودك وبعدمه. ما أجمل أن تجعلها عادة تضمن أن يستيقظ أولادك وبناتك. فرض أنت تحب أن تصلي الفجر في المسجد، نسأل الله أن يتقبل منك، احرص على أن تأمهم إن لم يكن هناك من يأمهم غيرك فرضا بصلاة السنة، أنت صلي السنة وأم بهم، اجعلهم يصلون خلفك جماعة وأنت تصلي السنة، ثم اذهب إلى المسجد وصلي الفرض. طيب هذا كله يدور حول ماذا؟ من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، والحديث الأصح منه، هذا حديث صحيح، الأصح منه من صلى الفجر فهو في ذمة الله بدون كلمة جماعة، اثنين حطهم مع بعض، من صلى الفجر فهو في ذمة الله، من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله. تخيل في ذمة الله، ربنا بيعلن لنا
إذا أنت صليت الفجر فأنت تحت حماية الخاصة الآن، لك حماية ولله المثل الأعلى، ولله المثل. تخيل أن أحدنا قيل له ملك البلاد، زعيم البلاد، أقوى شخص في البلاد، يضع قوته الخاصة، حرس الخاص في حمايتك في اليوم الذي تؤدي فيه شيئا معين. طب شو هذا المعين؟ فقط ابعت رسالة SMS قل له السلام عليكم. إذا بعت رسالة SMS السلام عليكم يضع حرس الخاص معك 24 ساعة، ولله المثل الأعلى. من منا لا يستخدم هذه الخاصة؟ ولله المثل. أنا أتحدث عن رب الكون ولا أتحدث عن بشر من هنا أو من هناك، الله أعلم بحالهم. ومعظم من عندهم هذه الحراسات أصلا لا علاقة لهم بالله سبحانه وتعالى، لا أقول الكل لكن معظم، خاصة في عالمنا. فتخيل ماذا يقول الله سبحانه وتعالى، فهو في ذمة الله، في حماية الله، في رعاية الله، فقط الحفاظ على صلاة. اغرسها في نفسك واجعلها عادة عند أولادك وبناتك. عادة الدعاء والتسمية على الطعام، احنا الآن عندنا بس التكثيف، عندنا في معتادون كثير من الأولاد، عادة الاجتماع على الطعام وعادة ذكر الله قبل البدء بالطعام، كلمتين، الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول لي ولا قوة، بابا حبيبي بابا حبيبتي سميت، حكيت الحمد لله. مثلا عندي طفل صغير، يلا انت احكي الدعاء، وكلاتنا نحكي آمين، فيها قم تأخذ 20 ثانية، لكن كل مستعجل بده يأكل، اجعلها عادة، اجعلها عادة في كل جلسة تجلسها على الطعام. يا أخوة، هل نحن مدركون لقيمة ما معنى أننا نأكل بسهولة والطعام بين أيدينا؟ انظر إلى أزمة أوكرانيا على سبيل المثال، أوكرانيا من أكبر مصدري القمح على كوكب الأرض، الآن يأخذون قطع الخبز على الطابور. أوكرانيا من أكبر مصدري القمح على كوكب الأرض، الشعب الأوكراني الآن يتناول أرغفة الخبز بالطوابير، حصة معينة له، وهذا الذي كان يصدر. فنعمة الطعام السهل الذي يصل ليس شيئا سهلا. ومن تابع الجمعيات الخيرية في موضوع الماء، الماء الماء للشرب في إفريقيا، كثير من الأفارقة في إفريقيا يمشون متوسط 5 أميال في اليوم ليحصلوا على ماء الشرب يوميا، ماء الشرب، يأخذوا جلن يعبونه ويشربوا. فهذا كله موجود عندي، ألا يستحق الله أن أشكره؟ طبعا أنا أعرف كلنا نفعل، أنا أتحدث عن عادة لا تتخلف، دائما موجودة وبشكل جمعي، وهذه هوية الأسرة، ما اجتمعنا على طعام يذكر الله الحمد لله. حبايبي لا تنسوا تحكوا الحمد لله، إذا لا تحكوا بسم الله، الله أول ما نخلص عادة الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول لي ولا قوة. وإن كان عندي أطفال وأعودهم، يلا أنت أحكي دعاء نهاية الطعام، زقفوله، شاطر حبيب ما شاء الله عليك، تقبل. فتصبح عادة مغروسة، هو قد يفعلها الطفل الآن عادة نعم، لكن تصبح جزءا من هويته، فلما يكبر لا يفتر لسانه عن حمد الله سبحانه وتعالى. وبإذن الله من أسباب قربه من الله، هذا ذكر يا أحبة، كل عم بقوله هو سنة وهو ذكر أيضا، أنا أقول عادة بس هي سنة وذكر. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم إيش؟ جنات. وهذا جزء من الذكر. ونأتي لعادة اتخاذ ورد يومي من تلاوة القرآن. الحمد لله الآن تقريبا الكل، ما أحد منا إن شاء الله يقصر إلا ويتلو شيئا من القرآن، بركة رمضان، المشجعات، الجو الذي نعرفه، كم منا يحافظ بعد رمضان؟ يا أخوة أذكركم بتعريفي الشخصي لرمضان، دورة إنقاذ إلهية إجبارية سنوية، دورة إنقاذ. إحنا الآن ربنا بلزمنا ندخل رمضان لينقذنا مما اعتدنا عليه في 11 شهرا الباقين، فيقوم بغسلنا، يلزمنا إلزاما، يرجعنا إلى جادة الصواب، يضعنا على السكة مرة أخرى لنتخرج من هذه الدورة بشهادة مختوم عليها، قد عرفت فالزم، قد تذوقت فأكمل، قد اطلعت واستوعبت فإياك أن تترك. هذا تعريفي الشخصي. فبناء عليه عادة القرب من المصحف، كلنا معنا الموبايل، ما في أحد فينا غير عنده المصحف الإلكتروني، عادة اجعلها عندك. مثلا على سبيل، أنا أعرف أحد الأشخاص أعجبت به جدا، أخذ قرارا في كل مرة يركب فيها السيارة ليحرك قبل أن يضع السويتش يقرأ صفحة من المصحف، أخذ قرارا. كم مرة ننزل من السيارة ونركب بالسيارة ونتحرك في اليوم؟ فإذا به يقرأ
نصف جزء دون أن يخطط ودون أن يضع دقيقة زائدة من وقته. يعني في نفس الوقت الذي حينما يركب عادة نقوم بتشييك يا شيخنا الواتساب، هو أخذ قرارا قال قرآن بدل الواتساب. بأي توقيت؟ عادة عندما أركب السيارة قبل أن أحرك، بغض النظر من باب البيت من باب الشغل من باب الماء، بغض النظر مجرد ما أركب السيارة قرار عادة أقرأ صفحة فقط لآخره. وإذ بي أختم المصحف في أسبوعين أو ثلاثة أو ثلاثة أسابيع أو شهر دون أن أضع برنامجا لذلك، بينما في قبله لم أكن أقرأ المصحف إلا في رمضان. هذا هو أهمية أن تجعل الأمر عادة. ونختم بعادتين هما من السنن أيضا، أدعية ما قبل النوم وأدعية الاستيقاظ من النوم، نجعلها عادة بس سنة ونختم بها إن شاء الله بإذن الله. طبعا حديث كثيرة جدا للنبي صلى الله عليه وسلم، طبعا تعرفوا حديث قال من قرأ بالآيتين من أواخر سورة البقرة كفتاه، اللي هم شو؟ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخر الآيات. طيب الحديث الثاني الصحيح، من قرأ آية الكرسي حينما ينام قال ما يزال عليه، معنى الحديث، ملك من الله يحرسه حتى يصبح، والله مجرب وأقسم بالله من الوساوس والأحلام والضيق وإقراءة آية الكرسي. على سبيل المثال من قرأ قل هو الله أحد ثلاث مرات فكأنما قرأ القرآن كله، فقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. تخيل عادة إنك ما تنام إلا وتقرأ آية الكرسي، آيتي أواخر سورة البقرة، وثلاث مرات قل هو الله أحد، تأخذ متوسط 4 دقائق تقريبا أو أقل فقط. واحد يقول لي ما هو بطير النعاس، اجلس على التخت قبل ما تضع رأسك على الوسادة اقرأ ثم ضع. واعذروني وأنا من هؤلاء، من منا لا يتصفح هاتفه متوسط ربع ساعة قبل أن ينام للأمور الضرورية طبعا، بس نشيك، والضروري بجرك من تيك توك لا انستغرام لا هذا قبل أن تنام. طيب ممتاز، ثلث لله. بسيطة، موضوع بسيط جدا جدا، اجعلها عادة يا أخوة، عندها بإذن الله كل واحد منا سيستشعر لذة معنى الذكر. هذا تصبح أنت بهذه العادات اللي هي أصلها سنن وحولتها بقرار جازم داخلي مسبق ألزمت نفسك به، إلى أن أنتك تصبح الله سبحانه وتعالى وذكر الله على لسانك عبر أذكار الصباح والمساء وعند الطعام وعند الصلاة وصلاة وعادات الصلاة وعاداتك مع أهلك، والله تجد بركتها في نفسك وفي مالك وفي أهلك وفي بيتك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فيا فوز المستغفرين. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. أختم بما كان يفترض أن أبتدئ به ونسيته، شدة قوة العادة يا أحبة لمن لم ينتبه لما أتحدث عنه. فقط أخذت حوالي 5 آيات من حوالي 10 آيات في القرآن الكريم عن أن كثيرا من الكفار زمن إبراهيم عليه السلام، زمن كثير من الأنبياء وزمن النبي صلى الله عليه وسلم كفار مكة، واحدة من الأسباب الرئيسية لإصرارهم على الكفر هو العادة، دليلي على ما أقول، مع أنهم كانوا يؤمنون أن الله موجود وأن الله الخالق. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولون الله. طيب في المقابل، طيب لا تفعل كذا، لا تزني، لا تقتل، لا تكذب، لا تعتدي، لا تأخذ مالا، لا 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 لا، فرض أوامر نواهي من الله سبحانه وتعالى. رد الفعل، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا، قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا، قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه، إيش هو وجدنا عليه آباءنا؟ عادات تقاليد، هم لم يقولوا أن الذي نفعله هو الحق، قال هذا اتعودنا عليه، ما تكسرش النورم تبعنا، خلاص بعد عنا، هيك عاجبنا إحنا،
فهذا نريد أن نكسره. بركات رمضان يكسر لنا فنأخذ قرارا بتشكيل ما يريده الله مما يحبه عبر بوابة السنة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمني ويرحمنا جميعا، وأن يغفر لنا وأن يتجاوز عنا، وأن يرحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليه يا رب العالمين. اللهم إنا عبيدك أبناء عبيدك أبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا رب العالمين. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا خالصا لوجهك الكريم. اللهم من كان منا محسنا فزد في إحسانه، ومن كان منا مسيئا فتجاوز عن إساءته. اللهم ارحم والدينا ووالد والدينا وأصحاب الحقوق والواجبات علينا. اللهم اغفر لمن أسأنا له دون قصد ودون وجه حق يا الله. اللهم اغفر لمن أساء لنا ممن لم يكن يقصد يا رب العالمين، وتجاوز عنا وعن خطايانا، وارحم أهلنا أجمعين، واجعلنا والدينا وذرياتنا ومن نحب ومن له فضل علينا ومن علمنا من أهل فردوس الأعلى. اللهم آمين آمين. وأعنا يا الله على أن نصل إلى العشر الأواخر مقبولا منا أعمالنا، متقبلة مغفورة. اللهم آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة. خليه يحكي بس كلمة معلش. دكتور محمد.